لذلك الشارع علمنا بأن نكون عمليين ولا ننشغل بالنقاشات البيزنطية. تسميتك النقاشات في المسائل العقدية في الله سبحانه وتعالى وفي صفات الله مسائل بيزنطية، هذا أمر لا ينبغي، فهذا نقاش عالي عن الله سبحانه وتعالى، نقاش عن مسائل التوحيد، أنت جعلته مسائل بيزنطية؟ فلو جاءك شخص وقال لك أنت تقول عبادات وبعد قليل ستقول قيام ليل وما قيام ليل وما شابه ذلك، هذه كلها أشياء تافهة وهذه أشياء كلها لا تنفع وهذه أشياء بيزنطية أو ليست بيزنطية، قد يقول لك فينيقية مثلا. والمهم أن لا، أنت كده جاي تستظرف بقى، أنت كده داخل تستظرف. بيزنطية مقصود بها الجدل الفارغ، الجدل الذي لا يؤثر، لا يصل إلى نتيجة أصلا، كل طرف هيفضل محتفظ بـ 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 بالموقف بتاعه وليس له النتيجة عملية، يعني في الآخر عملية مش هيحصل حاجة، فده معنى النقاش البيزنطي. وكثير من النقاشات العقائدية سواء ما بين المسلمين والملحدين أو بين المسلمين وغير المسلمين أو بين المسلمين وبعضهم، كثير منها يكون فعلا نقاشا بيزنطيا لن نصل فيه إلى شيء وليس له معنى، كل طرف هيفضل متمسك بموقفه، وده مش معناه ان كل النقاشات العقائدية تكون نقاشات بيزنطية، ده مش معناه ان كل النقاشات سواء ما بين المسلمين وغيرهم او بين المسلمين وبعض ستكون نقاشات لا فائدة فيها ولا معنى لها ولا طائرة تحتها، فانت فقط تخلط بين الامور. هناك بالفعل نقاشات لا طائرة تحتها، زي ما جاء واحد الامام مالك اقول له كيف استوى، فنهاه الامام مالك عن ذلك، قال له الاستواء معلوم والكيف عنه مرفوع والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا وأخرجه من المسجد، لم يقل له هذا نقاش عالي يا إمام، هذا نقاش عالي، الكلام عن الله والكلام عن كذا والكلام عن الاستواء، لا، قال له اداله الإجابة وطلعه من المسجد، خلاص خلص الموضوع. نقاتل العدو او المهم ان نفعل كذا او المهم ان نفعل كذا، هل سترضى بكلامه ام سيكون لك رد عليه؟ اما موضوع الفينيقيه ومش الفينيقيه، هو مش استظراف، يعني هو كلمه بيزنطيه لها دلاله ثقافيه. تمام. مساله العبادات، لا، العبادات مامور بها طبعا، والعبادات شيء من 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 ضمن الامور التي خلقنا الله لأجلها، فلا يمكن أن تكون عبثا ولا يمكن أن تكون مضيعة للوقت. لكن لو جه في وقت يكون فيه الجهاد مثلا مقدم على قيام الليل، فسيكون الجهاد فيه مقدم على، سيكون الواجب على المسلمين فرض عين مثلا، لو استباح العدو أرض المسلمين سيكون فرض عين على المسلمين الجهاد، أما من ينشغل مثلا ساعتها بالصدقات والذكر وكذا ويبتعد عن واجب الوقت، ساعتها يكون مقصر، ساعتها يكون يعني يلام على ذلك ويعاتب على ذلك لأنه قدم المؤخر وأخر المقدم. وأن تقول له أنت بهذا تسفه مسائل الشرع وأنت بذلك قد خالفت، ثم ستضرب مثالا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم